أما هلأ سلمى، لمحطتنا الثقافية وقدمت أوبرا دمشق عرض ميوزيكال حمل عنوان قصة من الشرق للموسيقار رعد خلف، جسدها فريق فني بين موسيقيين وممثلين وفنيين وتقنيين وراقصين، فكان أشبه بمغامرة فنية تعتمد على مواهب وطاقات الشباب، وتؤكد أن الإبداع الملتزم الذي يمزج بين الترفيه والتثقيف لا يزال له مكان في الوسط الفني الذي طغى عليه الطابع التجاري والاستسهال. لنعرف أكثر مشاهدينا عن هيئة التجربة وما يميزها. معنا الأستاذ ملهم الصالح وهو الإعلامي والناشط الثقافي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا أرين. صباح الخير. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف أكثر عن قصة الشرق مثل ما سميت هذا العرض الفني والأفكار الجديدة اللي تضمنه. بداية يسعد صباحكم وصباح مشاهدين الإخبارية السورية. الحقيقة قصة من الشرق اللي هي يعني ضمن قالب يعرف بميوزيكال، يعني هذه التجربة تكاد تكون محصورة عالميا، ليست ذات انتشار كبير وخاصة بالوطن العربي. يمكن أن نرصد هناك تجربة حاولت أن يعني أن تركز على هذا القالب، كانت تقريبا من خمسينات القرن الماضي إلى السبعينات، اللي هن الأخوين الرحباني ومسرح الرحابني. اليوم يعني يحاول رعد خلف، وهو صاحب مسيرة احترافية يعني تتجاوز ثلاثة عقود، مؤسس لأوركسترا هامة جدا، أوركسترا ماري أو العديد من الأوركسترات الحقيقة، منها أوركسترا ماري، منها أوركسترا زرياب التي يعني دارت أو عملت جولات في الوطن العربي وأيضا مسارح أجنبية أو عالمية. الحقيقة يعني وهو موسيقي تصويري، وهذا العمل يعتبر كقالب هو ثالث الأعمال له. سبق أن قدم من قالب الميوزيكال سفر النرجس وأيضا آخر حكاية. يعود اليوم رعد خلف ليشاكس الشائع وليشاكس ما الرائج، ما تقدمه أغلب الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي من عزلة الفرد. يحاول أن يقدم ما هو حي، ما هو طازج، ما هو يعبر عن المجتمع وأيضا ما يعبر عن الراهن السوري، ولكن بقالب فني. هذا القالب لابد من الإشارة إلى أنه من القوالب الباهظة يعني المكلفة الحقيقة والصعبة أيضا في آن، لذلك هو لم ينتشر كثيرا في الوطن العربي. أما عن القصة، القصة من الشرق، الحقيقة سلمى في هذا القالب اللي هو ميوزيكال، يعني نحن من هذا من اللفظ أو من المسمى من المصطلح واضح أنه تركيز على الموسيقى. الحقيقة أنا أعتقد أنه هذا القالب ولد لأنه كان هناك تنافس بين المسرحيين وبين الموسيقيين. فن الأوبرا هو محسوب على كقالب محسوب على الموسيقى، وبالتالي المسرح أعتقد أن المسرحيون شاكسوا في محاولة أن يستخدموا الموسيقى والاستعراض وأن يجذبوه باتجاه المسرح، لذلك كان لابد أن يكون هناك قصة، ولكن هذه القصة تكون بالحد الأبسط والحبكة تكون بسيطة. ليس نحن بحاجة إلى تفاصيل كثيرة، لسنا بحاجة إلى أن تكون الحبكة متينة، وبالتالي لماذا؟ لحتى تخلل العناصر الأخرى، ليقول الموسيقى الموسيقي ما يود قوله من خلال الموسيقى، ليعبر الراقص أو الاستعراضات من خلال، لتقول الأزياء ما تشاء وأيضا السينوغرافيا. إذن البطولة هنا ليست فقط للعنصر الدرامي أو البناء الدرامي، البناء الدرامي المطلوب منه فقط أن يربط بشريط خفيف كل هذه العناصر، وبالتالي التركيز هنا على العناصر الفنية الأخرى، منها كما قلنا الرقص أو منها الموسيقى، الغناء، الرقص والحوار بحده أو بحدوده الدنيا. القصة ربما تكون يعني قد وردت أو بعضها معروف أو ما إلى ذلك، يعني تروي ليلة واحدة، هي حتوتة ليلة واحدة في حي من الأحياء، ربما غير محدد، ربما أنت تظنيه في تونس، في المغرب، في أو شرق أوسطي يعني ضمن البحر المتوسط، ربما في سوريا، ربما وبالتالي هو قرية في أحد أحيائها، تجتمع الأهالي على من ينادي بأن هناك قصة حب ستنهار. تنهار لماذا؟ لأن هناك عائلتان يعني مختلفتان أو على يعني قصة روميو وجولييت. تماما تماما، يعني هذه القصة شائعة، وبالتالي
إلا أن الأبناء يصرون على استكمال قصة الحب أو ما شابه. من ينتصر لقصة الحب؟ يعني إن هناك طرف يحاول هدم هذه القصة هو الشعب، هو الأهالي، هم من ينتصرون لهذه القصة ويتعاونون مع الحبيبين لاستكمال هذه القصة. ببساطة إذن القصة ليست هي المطلوب التركيز عليها، هي المطلوب منها يعني مثل باقة الورد، هي هذا الريبون اللي بيربط هي الباقة، وأما العناصر الأخرى هي اللي بيعول عليها. تمام. يعني استاذ ملهم، شفنا من خلال العرض كان في مواهب شبابيه كثيره، ممكن كان في اكثر من 250 وجه شبابي جديد. نعم. كنا عن اهميه مشاركه هدول الشباب اليوم بهي التجربه. والله شوفي هايدي، يعني هي الحقيقه تجربه كلها مختلفه. يعني كان هذا المشروع عند محافظ الألقاب عند رعد خلف، ومثل ما أنه هو الثالث، فكان اللي عم يأجله سلمى هو التكاليف الباهظة يعني، وبدها جهة إنتاج دائما. عندما يعني وجد الإنتاج وبدأ بالبحث عن الكادر البشري، فتوجه هو إلى المؤسستين الأكاديميتين يعني في سوريا، اللي هي المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقي، وأقام مسابقة. يعني هذا المسرح تقريبا، هذا العرض ضل بالكواليس أو عمل عليه تقريبا أكثر من نصف عام. يعني بعد المسابقة ضل في 52 شخص تماما. هو فات على مسابقة مشان يعني مثل ما بنسميه نحن تقريبا كاستينج، فات وشاف الطلاب اللي موجودين بالمعهد الموسيقي والمعهد المسرحي. وتخيلي سلمى، لأنه يعني شاف في طاقات كتير كبيرة أو مهمة وتستحق أن تظهر، قام رجع هو والكاتب اللي بنوجه له تحية محمود إدريس، الحقيقة عدلوا بالنص بما يتناسب مع الطاقات الجديدة اللي اكتشفوها. صحيح. اللي اكتشفوها. يعني هي التجارب جدا مهمة، ودائما الموسيقيين اللي عنا عم يحملوا رسالة يعني صعبة، والحفاظ عليها صعب خلال هي الظروف. احنا بنعرف دائما الساحة الثقافية هي اكثر ساحة التي تتضرر خلال فترة الحروب، لانه بحاجة لانتاج، وهالانتاج بيكون قليل لانه بتكون موجهة لجهات يمكن بحاجة الى الناس اكثر بهذا الوقت. وما هيك هنن عم يعطونا هذا المتنفس، عم بيحاولوا دائما يرعوا الطاقات الشابة. اليوم استاذ ملهم، قد بتشوف هي ايضا النواحي الفنيه والتقنيه اللي عم بيتم استخدامها واللي عم بيتم تطويرها وادخالها بكل عرض فني او مسرحي عم بيكون جدا مهم؟ يعني شوفي، الجانب التقني اليوم نحن اكيد يعني نحن بالقرن الواحد والعشرين، فمساله التقنيات هي مساله اساسيه باي عرض، ولا يمكن يعني ان تقدم اي عرض على بساطه. العالم يتجه للابهار يعني 100% تماما، وسيما في هذا القالب اللي بيعتمد حتى في السينيوغرافيا، حتى في الابهار اللوني، في بناء الفضاءات ثلاثيه الابعاد. صحيح. الحقيقه في الازياء، في مثل ما قلنا بالالوان، بالرقص، بالاستعراض، بالغناء، فهي عوامل الابهار موجوده، وبالتالي يجب التكريس او تكريسها وتوظيفها. الان رعد خلف نجح في توظيف الحقيقه الخبرات الموجوده في المعهدين مثل ما حكينا اللي ذكرناهم، وكان حتى يعني حتى الفنيين او حتى المشاركين كانوا هن من طلبة او خريجي المعهد، بالتالي اهمية هي التقنيات باستخدامها بالحد الاقصى اكيد مهم. ونحن بنعرف يعني صعوبة التقنيات انك تواكبي كل يوم بيومه، لانه دائما في جديد، وبرغم انه انت بحصار الحقيقة على سوريا. حتى كان التحدي الاكبر سلمى، انا طبعا تشرفت يعني في هذا العرض أن أنسق له إعلاميا وأن أدخل إلى المطبخه، يعني كنت أنا استمتع جدا. طبعا أنا كنت مع المتلقين، يعني بأحد الأيام عم شوف العرض مع المتلقين، وبقية الأيام أنا كنت باكستيج يعني عم شوف شو عم يصير بخلف الكواليس. خلف الكواليس مدينة أخرى الحقيقة، كيف المؤدين أو الراقصين عم يتسارعوا ليغيروا الألبسة أو ما شابه ليدخلوا أو ينسحبوا من الكواليس. فالحقيقة الحركة يعني أنا كنت قلت له للمايسترو لازم نعمل ميكينج أوف بس للباكستيج، من كتر ما أنه ممتع ومن كتر ما أنه منظم. تخيلي في الحقيقة في يعني كتلة بشرية هائلة خلف الباكستيج، منها الفنيين، منها الإضاءة، منها الصوت. يعني مثلا الأستاذ محمد عزاوي اللي هو المساعد الفني والإداري لرعد خلف مع أكثر بأكثر من عمل الحقيقة، فكان كان كانت كانت دائما حافل، ما في لحظة إلا فيها نبض. والعدد مثل ما تفضلتي الحقيقة يعني في أكثر من 100 عنصر اجتمعوا
يعني أنا بعتقد في لحظة أو أكثر من لحظة كان في أكثر من 55 شخص على المسرح، وبالتحية النهائية كان طبعا في أكثر من 100 شخص عم يحيوا الجمهور، وبالتالي هذا العرض مثل ما قلت لك كان موجه لإظهار طاقات الشابة في هذا القالب المتنوع، ويحاول أن يقول رعد خلف أن هناك يعني قوالب جديدة، قوالب حديثة يمكن أن يعني توظف طاقات الشبابية فيها أكثر من القوالب التقليدية. يعني ثقافة المسرح الغنائي اليوم احنا شوي بعاد عنا، لكن من خلال هذا العرض يمكن عم نرجع ننمي الفكرة أكثر. خبرنا عن أهمية هي التجربة اليوم بسوريا. هي التجربة أهميتها أنه هي بالوطن العربي كله الحقيقة ما أنا موجودة. موجودة بالحد الأدنى، يعني مؤخرا يمكن كان في أوبرا بدبي 2019 أظن، يمكن كان اسمها شبح الأوبرا هيك على ما أذكر. فإذا يعني هي بأهم العواصم العربية يغيب هذا القالب أو هذا، لأنه مثل ما قلت لك هو في صعوبة هائلة وفي تكاليف هائلة. أن اليوم أن تقولي أن تقدمي هذا العرض في دمشق وتقولي أنا حاضرة برغم كل هذه الصعوبات، الحقيقة هو له أهمية بالغة، يعني أهمية وجود أنك تقاومين كل ما يحاول أن يلغي وجودك وتقولي أني هنا. مثلا هايدي كان من الصعوبة بمكان كتنسيق إعلامي وما شابه، كيف ممكن تروجي وكيف ممكن أنت، يعني هذا العرض على مدى 6 أيام حسب استيعاب مسرح الأوبرا كان بضيافتنا 7500 شخص. فأنت كيف كان كبير لك هذا اللي كنت بدي أعلق عليه، إنه الحقيقة كيف بدك تجيبي 7500 شخص بهذا الظرف اللي فيه صعوبة بالتنقلات والبرد وما إلى ذلك. لكن كان الحضور الحقيقة الحمد لله بأوجه، وأغلب الحضور كان اللافت، يعني أنت بتعرفي كإعلاميين نحن بندرس سلمى المتلقي وبندرس حالته، وأنا براقب الناس وهن فايتين كيف حالتهم النفسية وهن طالعين كيف حالتهم النفسية كيف السيمياء. أنا لاحظت أنه يعني أكاد أقول 90 أو 80% من الجمهور كان شباب، في حين أنه بتعرفي أنت نحن كناشطين ثقافيين وما منخلي مسرحية ما منخلي معرض تشكيلي ما منخلي، أنا أكبر نسبة شباب حضور شفتها الحقيقة كانت في هذا العرض. يعني عروض مسرح الحمراء، عروض الأباني، عروض الأخرى، ما عم أقول ما فيها نسبة شباب، ولكن ليس بهذا الكم الهائل. الحقيقة كان ممكن تلاقي الشباب مع بعض من ذويهم يعني أهاليهم أو هاي، ولكن النسبة الطاغية الحقيقة كانت شباب. واستطعنا الحمد لله أن تمتلئ هذا أو مسرح الأوبرا على مدى 6 أيام. وكان يعني أنا مثلا أنا عندي رغبة ما بعرف دائما أنه يعني كنت بتمنى هذا العرض يدور الحقيقة المسارح السورية، لأنه أعتقد أن الجمهور في سوريا يعني كلها متعطش. أكيد أستاذ ملهم، يعني هيك قدرت تسرقنا شوي هيك لعوالم المسرحية، بنتمنى أكيد نكون كلياتنا نحضرها، ويمكن الفريق الإخبارية كان حاضر وسجل ووثق بطبعا المسرحية. بدنا نشكر حضورك، وشكر أيضا للموسيقار رعد خلف ولكل الفنيين والقائمين على هذا العمل الجميل. شكرا لك. شكرا، بدي أتشكركم على الصباح، وبدي أشكر فريق الإخبارية اللي كان معنا بالكواليس وكان معنا بالعرض ورصد هذه التجربة، وإن شاء الله على أمل لقاء قريب. شكرا لك. أما هلأ هايدي